مباراة قوية في المجموعة الثانية. فريق البحارة عندهم خبرة، ولكن الملوك كان ليهم رأي تاني. إجابة صحيحة. الحمد لله قدرنا نحسب 25 نقطة مهمين جدا رجعونا للمنافسة تاني. الحمد لله عاملين مباراة كويسة النهاردة، بس في شوية توتر. الملوك محتاجين يكسبوا عشان يكتسبوا مزيد من الثقة. إن شاء الله نقدر نكسب عجلة الحظ ونكسب أول 3 نقط. خلينا نشوف عجلة الحظ هيبقى رأيها إيه، وهنقول مبروك لمين، وللأسف الشديد هنضطر نقول هارد لك لفريقين.